عم بتمشي الصبح انا واهلي. هاي شمس، ما تسلم ياض. على فكره هون السياكل تترخص مثل السياره وعليها تامين، وكل بسكليتي حقها 8000 كرون دنماركي، يعني كم درهم؟ 4000 درهم. انا اقول ايه، بس انه المشي احلى، المشي احلى وارخص واجمل. شعب نضيف، بصوا النظافه كده اهو. الله، ايه ده؟ احلى شيء باهلي ان هن بيعرفوا ان انا ما بتحرك ابدا، مخليني معي شتات الكاميرا فيها تليفونات والشواحن ومصاري وكل شيء، وانا بس ماشي هيك. لا، وفرحان انه هو اعترف انه هو بغل. Early the next morning. يعني احنا حاليا انا لابس ثياب رياضه. ليش؟ عشان يعني احنا هلا رايحين على السويد. شمس، 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 سي هاي. هلا داخلين السوبر ماركت ناكل خمر. وضع نايس. هاي نحن ركبنا السفينة بالسويد، وهاي السيارات، هذا المفروض يتعبى كله. هاي شمس، عشان هنا هاي هون شايفين السحبة كيف؟ وهاي هون هيك، فنحن أول سيارة تطلع. راح تتحرك بعد نص ساعة علشان نبلش رحلتنا السويد، و 4 ساعات ونص. دخلنا إنه فوق في مطاعم. هلا بالطابق السابع. شوفوا النظافة، بصوا النظافة. لقينا غرفة القعدة فيها أحسن. هلا أنا رايح أجيب الشناتة وأجيبهم على هذا المكان اللي فيه القعدة الأحسن. طلعنا بالسفينة وهاي أهلي وراي. طلعت السفينة عم تتحرك، السفينة عم تتحرك. ويت، ها أظن، لا أوكي خلاص. ما مهم، طلعنا بالسفينة أوكي، اكتشفنا إنه في أسانسير بالسفينة، وغير هيك اكتشفنا إنه السفينة طولها 9 طوابق. بس هلا نحن قاعدين بالسقف عم نشوف السقف وهيك عم نتمشى. وبصوا بقى. Once upon a time it was paradise. Once upon a time I was paralyzed. Think I'm gonna miss these harbor lights. But it's time to let it go. Once upon a time it was made for us. السفينة كانت هون، وهلا صرنا يعني بلشنا رجعت هلا تتحرك. شوفوا هاي السيارة. فنحن قاعدين هون هلا، صراحة أدنية بردوا. ف المهم، فهلا نحن قاعدين هون بس. ابديت، احنا هلا تركنا محطة. ما تقول لي هلا مسكر، مشان الله محطة البنزين مسكرة. ابي اكل. انت دائما بدك تاكل. خلصنا من السفينة، وهلا نحن راكبين سيارة 6 ساعات لحتى نوصل على البيت بنعمته. فنحن هلا كم قطعنا؟ قطعنا بس ساعة ونص، واوريدي بدنا نفوت الحمام، واوريدي بدنا يعني بتعرفوا كل هيك بدنا ناكل نشرب وهيك هيك هيك، نبلش اللف والدوران. رايحين؟ رايحين محطة تانية؟ يا حبيبي خلص نيفر مايند. بخلال دقيقتين لقينا محطة بنزين تاني. المهم هلا على السريع خليني اشوف شو الوضع. اقسم بالله انا هلا يعني بدي اكل. عليم الله ثلاث ارباع الاشياء هون ما انا حلال، يعني شوفوا مثلا شو هذا اصلا؟ هاي حقها 23 كرون، الله اعلم شو هاي. بيبسي ماكس، لايم فليب، طعم الليمون الاخضر. مع السلامة. شو هلا عندنا كمان؟ عنا الو الو الو. اخذت هاي البوظه من امها يا مان. Early the next morning. هاي معكم اكثر شخص بيأثر بالفلوجات بالتاريخ. اللي صار انه انا امبارح اول بس ثاني هاي السويد اوكي، كانه العين بس خضر. مهم مثل ما قلت لكم امبارح كنا ساعه بسياره، 4 ساعات ونص بالسفينه، وبعدين 6 ساعات بالسياره. طبعا هاي ال6 ساعات انشوينا، فيعني بوقتها خلاص ما عاد نوقف عشان نفتك نوصل. وصلنا البيت 3، فنحن مشان هيك يعني كنا تعبانين.
ابن عمتي دخيل ربه زبط لنا اكل اسطوره يمكن هلا عم تشوفوه حاليا. اكلنا حكينا شوي وكلياتنا نزلنا نمنا. فحاليا هذا بس نهايه الفلوج للدنمارك وحنكمل معاكم باذن الله هلا بعد شوي بفلوج السويد. فترقبوا الفيديو.